بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب اللبناني. وأكد جلالته أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ الأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها من التدخلات الخارجية التي تؤثر سلبا على مسيرة الاستقرار والتقدم وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها والتغلب على كافة التحديات التي تواجهها، منوها جلالته بالقوى السياسية اللبنانية وإعلائها للمصلحة الوطنية. وأكد عاهل البلاد المفدى موقف مملكة البحرين الثابت والمساند لكل ما من شأنه دعم أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية، معربا جلالته عن تطلع مملكة البحرين إلى الرقي بالعلاقات الأخوية مع الجمهورية اللبنانية لما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز من مصالحهما ويؤدي إلى تنمية مختلف أوجه التعاون بينهما. وعبر عاهل البلاد المفدى حفظه الله عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس ميشيل عون بالتوفيق والسداد في الانتقال بالجمهورية اللبنانية إلى مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا، متمنيا جلالته للشعب اللبناني الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.